مشاهدينا سلام الله عليكم، نشرة الرابعة مساء من قناة ليبيا. إلى العناوين: لانتخابات محلية تتماشى ومعايير الدولة، لجنة الانتخابات تتعاون مع البرنامج الإنمائي لضمان ذلك. حصيلة كورونا تتجاوز 600 حالة، ولجان تشرف على التطعيمات لتدارك الموقف. ووفقا للخطة البديلة التعليم تقرر استمرار الدراسة بالمنطقة الشرقية. بحث رئيس اللجنة المركزية البلدية سالم بن تاهية مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جيراردو نوتو تعزيز التعاون الفني والتقني لتنفيذ الانتخابات المحلية ورفع الوعي بالمعايير الدولية وبناء قدرات اللجنة المركزية في هذا المجال. الاجتماع الذي عقد بمقر لجنة الانتخابات تناول أيضا أهمية رفع الوعي المجتمعي حول أهمية المشاركة في اختيار المجالس البلدية كدعامة رئيسية لترسيخ المسار الديمقراطي، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على مجالات التعاون. هذا وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تمديد فترة الترشح لانتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة لأسبوع عمل يبدأ السبت وينتهي الخميس القادم. أوضحت اللجنة في منشور لها أمس أن هذا التمديد النهائي جاء بناء على طلبات من المرشحين للجنة الفرعية بتمديد فترة الترشح لاستيفاء نواقص ملفات الترشح الذي كان محددا بنهاية عمل اليوم. أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إعادة الانتخاب بمركز غوط أبو صاق والمحطة 5 بمركز جامعة توجار الثانوية ببلدية سواني بن آدم، وذلك يوم السبت القادم الموافق ل23 من يناير الجاري. طلب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار مدير إدارة الخدمة الصحية بالبلديات بتشكيل لجنة للإشراف على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تكون برئاسة مدير إدارة الخدمة الصحية، وأن يتولى مشرف التطعيمات النواحي الفنية والتدريب والتواصل مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني. وقال النجار في خطاب له أمس أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لما تم إقراره في الاجتماع المشترك بين المركز واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف. هذا وافتتح النجار في طرابلس اليوم مشتى عمل حول تعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في المنافذ الحدودية. المرشاة التي ينظمها مكتب الرقابة الصحية الدولية والتعاون الفني بالمركز الوطني بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة شهدت مشاركة مديري مكاتب الرقابة الصحية الدولية بعدد من المطارات والموانئ والمنافذ، كما سيتم حسب المركز مناقشة العديد من الموضوعات الفنية واللوجستية من خلال تقييم الوضع الحالي للرقابة الصحية الدولية وتطوير جاهزية المنافذ وإعداد خطة للاستجابة للطوارئ. وعن الوضع الوبائي المحلي قال وزير الصحة الأسبق الدكتور رضا العوكلي في تصريح لقناتنا أمس، قال إن نسبة الفحوصات الموجبة التي تقدر ب 15% تعني عدم إجراء عدد كاف من التحاليل، مؤكدا أن نسبة الإيجابية يجب ألا تتجاوز 5 أو 10%. وأضاف العوكلي أن كل ما تخشاه اليوم هو دخول السلالة الجديدة من فيروس كورونا للبلاد والتي من شأنها زيادة عدد الإصابات. 15% نسبة الإيجابيات يعني أنه أننا لا نجري عدد كافي من التحاليل للمرضى. يجب أن تكون نسبة الإيجابيات هي فقط 5%. هذا يعني أننا نبحث بجدية عن المرضى الذين تمت إصابتهم بكوفيد 19 أو بفيروس كورونا. أي شيء أكثر من 5 أو 10% يعتبر دليل على عدم إجراء
أعداد كافية من التحاليل، بمعنى آخر أننا قادرين على التعرف على نسبة بسيطة من الحالات. يعني لما نقول اليوم عندنا 700 حالة وأن نسبة الإيجابيات في التحاليل التي أجرت اليوم هي 15%، هذا يعني أن هنالك لكل حالة إيجابية ممكن هناك حالتين أو حتى أكثر لم يتم التعرف عليهم بسبب عدم توفير الفحص البي سي آر اللازم لهذه الحالات. وحول الوضع الوبائي، دائما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 622 إصابة بفيروس كورونا من أصل 3137 عينة سحبت للفحص المركز. وفي بيانه رقم 308 أعلن أيضا تسجيل 979 حالة شفاء في 7 مدن ووفاة واحدة في ظاهر الجبل. من جانبه أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 21 إصابة بكورونا منها 16 حالة جديدة وخمسة مخالطين. هذا وأوضح فرع المركز في تحديثه اليومي للوضع الوبائي أن الحالات الموجبة توزعت على مدن سبها وبنت بيا وتراغن والغريفة وأم الأرانب وسمنو، مشيرا إلى تسجيل 20 حالة شفاء. إلى جابية حيث سجلت البلدية أمس 5 إصابات جديدة بكورونا حسب ما أعلنته اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بالبلدية. اللجنة وفي إجازها اليومي أشارت إلى تسجيل جابية حالتي شفاء مع عدم تسجيل أي حالة وفاة. أما في الواحات فقد أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا عن خروج آخر حالة من مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام بعد التأكد من تماثلها للشفاء، كما تم التأكد من شفاء 3 من حالات العزل المنزلي، وبذلك يكون عدد الحالات النشطة في العزل المنزلي حالتين فقط. ومتابعة لجهازية مراكز العزل، تفقد عميد بلدية بن وليد المكلف يونس العزوزي رفقة عضو المجلس البلدي محمد مبارك ووفد من وزارة الصحة مقر مركز العزل الصحي بالبلدية لمتابعة أعمال الصيانة والتجهيز به. عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الصحة بالمجلس أوضح لقناتنا أن البلدية تسعى جاهدة من خلال تواصلها مع وزارة الصحة إلى افتتاح المركز خلال الأيام القريبة القادمة ب77 سريراً. نسعى جاهدين أن ندلل على العقبات التي كانت وراء عدم إنشاء هذا المركز، فالحمد لله تم الاستجابة. طبعا المركز كان به قوات جهاز الدعم المركزي، طبعا هم مشكورين. أشكر السيد العقيد ميلود والرئيس والمقدم السيد خالد الككلي على مجهوداتهم الجبارة الذي باركت هذا المجهود، وكانوا في الموعد باستلامنا منهم واستلامها للشركة المنفذة السابقة التي كانت تجهز للمبنى. ونبقى في بني وليد حيث نظمت مجموعة الشراكة المجتمعية في المدينة ورشة عمل بعنوان مناصرة قضايا المهاجرين للحد من تداعيات جائحة كورونا بمشاركة عدد من الأساتذة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة. الورشة التي التأمت بمقر منارة بني وليد ناقشت واقع المهاجرين غير القانونيين في بني وليد والانتهاكات التي يتعرضون لها وسبل مكافحتها والآثار الصحية والاقتصادية على المهاجرين جراء الجائحة. اجتمعنا واتفقنا على عدة نقاط تتمركز أولاها في شن حملة إعلامية واسعة النطاق سواء في بن وليد أو على نطاق ليبيا.
للتعريف بهذه الظاهرة، أسبابها، كيفية الحد منها، وبين قوسين وضع رادع لهذه الظاهرة. والحمد لله رب العالمين تمكننا بوجود عدد كبير من المنظمات على مستوى بني وليد أن نضع خطة عمل قصيرة المدى وبعيدة المدى. أصدرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية تعميماً يقضي باستمرار الدراسة وفق الخطة البديلة. هذا وطلبت الوزارة جميع المراقبات التابعة لها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة الطبية الاستشارية العليا، وإبلاغ فرق الرصد عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس. يأتي ذلك في وقت عقد فيه بمديرية أمن الجفرة اجتماع موسع حضره رئيس اللجنة التنفيذية لجائحة كورونا وأعضاء فريقي الرصد والتقصي والعزل السريري وبعض المسؤولين من ذوي الاختصاص، وذلك لمناقشة آلية استئناف الدراسة بمدارس وكليات الجفرة. لتفاصيل أوفى عن نتائج هذا الاجتماع نتابع هذا التقرير. استئناف الدراسة بمدارس وكليات الجفرة ومتابعة الإجراءات الاحترازية في المؤسسات التعليمية وإلزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة الاستشارية الطبية العليا، إلى جانب وضع خطة اتصال مباشر بين المشرفين الصحيين بالمؤسسات التعليمية وفرق الرصد والتقصي ولجنة كورونا المكلفة بجامعة الجفرة، كانت أبرز الموضوعات التي ناقشها اجتماع موسع بين رئيس اللجنة التنفيذية لجائحة كورونا وأعضاء فريقي الرصد والتقصي والعزل السريري. إن موضوع الكورونا هذا موضوع تكاتفي أو تضامني، يجب على الجميع المشاركة فيه، هو ليس مقتصر على شخص أو مؤسسة معينة أو لجنة معينة، ولكن هذه مسألة تضامنية تكافلية. وفي خلال الأيام القادمة سوف نستلم الميزانية التشغيلية للمدارس للصرف من عليها هذه الوقاية من جائحة كورونا. بعد نقاش مستفيض مع الجهات المسؤولة بالمؤسسات التعليمية داخل بلدية جفرة، وصلنا إلى عدة حلول عن طريق كيفية التعليم الآمن داخل بلدية الجفرة للحفاظ على الطلاب. الاجتماع الذي حضره أيضا مدير مكتب الخدمات الصحية بالجفرة ومراقب تعليم الجفرة ومديرية أمن الجفرة خلص إلى ضرورة إلزام هيئة الأوقاف بتطبيق سبل الوقاية في المساجد وزوايا تحفيظ القرآن الكريم، فضلا عن قفل المقاهي وصالات الأفراح وفقا لتوصيات اللجنة الاستشارية الطبية العليا بالتعاون مع الجهات الأمنية بالبلدية. وفي مدينة بنغازي وبحضور وزير التعليم فوزي بومريز أقيمت فعالية تتويج رائد المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري المتميز للعام 2020. هذا وحضر الفعالية عدد من الشخصيات الأكاديمية والتعليمية، وذلك بعد دعوة شرفية من اتحاد أعضاء هيئة تدريس عام الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية. نبخة في بنغازي، حيث افتتحت في كلية الفنون بجامعة بنغازي المكتبة الرقمية ووحدة تحقيق المخطوطات ومكتب التدريب والدراسات، بالإضافة إلى افتتاح العيادة القانونية بغية تأهيل الطلبة لخوض غمار المجال القانوني بشكل أكثر حرفية. نتابع. تشهد جامعة بنغازي هذه الفترة افتتاح عدة كليات وأقسام جديدة بغية تطوير الجودة العلمية في الجامعة، والتي من شأنها تخرج طلبة ذوي معرفة أكبر بمجالات عدة دون أقرانهم، حيث تم افتتاح المكتبة الرقمية ووحدة تحقيق المخطوطات ومكتب التدريب والدراسات بكلية القانون، فضلا عن افتتاح العيادة القانونية التي ستقدم دورات وتطبيقات عملية للطلبة لتأهيلهم لتقديم الاستشارات القانونية والمساعدات القضائية. نحن نسعى من خلال هذه المكتبة إلى التعليم الجديد المغاير ومواكبة التطور حول الاستفادة من المكاتب الرقمية والثورة الرقمية الضخمة والتي يعتمد عليها جل الباحثين مؤخراً.
تقديم المشورة والدعم للطلاب والمجتمع بالكامل. طبعا العمل هذا حيتخلل تطبيق عملي لما يتم دراسته داخل أروقة الكلية من ناحية عقد محاكم صورية، عقد المناظرات، عقد دورات للطلبة. طبعا البرنامج بالكامل حيكون برنامج مجاني. هذا الافتتاح الذي حضره كل من نائب رئيس مجلس النواب أحمد حومة وعميد كلية القانون سلوى الدغيلي ولفيف من المسؤولين وعمداء الكليات، أقيم على هامشه أيضا معرض للكتاب وبعض النشاطات الطلابية كالرسم والتصوير والأشغال اليدوية. ومن على خشبة مسارح المدارس نختم ملف التعليم، حيث نظمت الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون بالتعاون مع إدارة النشاط بوزارة التعليم ورشة عمل بقاعة المعلمين في صبرات لتفعيل دور المسارح وتطوير النشاط المدرسي. أعطني مسرحا أعطك شعبا مثقفا، العبارة الأشهر التي قيلت بحق المسرح، حيث يعد المسرح أول فن من الفنون التي عرفتها البشرية منذ القدم، فهو يجسد الواقع ويعالج المشكلات بطرق متنوعة. الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ووزارة التعليم وقعا اتفاقية في منتصف عام 2018 تضمنت تفعيل المسارح وتطوير النشاط المدرسي في جميع المؤسسات التعليمية. ونظرا لأهمية المسرح في حياة الشعوب، نظمت الهيئة بالتعاون مع إدارة النشاط بوزارة التعليم ورشة عمل بقاعة المعلمين في مدينة صبراطة. نحن الآن في صدد تفعيل اتفاقية المبرمة بين الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون وإدارة نشاط مدرسي عن طريق وزارة التعليم. هذه الاتفاقية التي تحمل 9 بنود كلها تصب في تفعيل مناشط 3 وهي الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية، لنرى أو لنجد بلورة أو بوتقة تنطلق منها هذه أو فعاليات هذه الاتفاقية كي تعود على التلميذ والطالب في مدرسته بالنهاية. الورشة استهدفت كلا من مديري مكاتب النشاط المدرسي ومديري مكاتب الهيئة بالساحل الغربي. تناول فيها الحضور آلية تفعيل الاتفاقية الموقعة قبل أكثر من عامين والعمل على تنظيم ندوات وورش عمل تدريبية للبدء الفعلي في تطبيق الاتفاقية. اليوم في صدد ورشة العمل وبناء على الاتفاقية المبرمة بين سعادة رئيس الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون ومعالي وزير التعليم المبرمة يوم 15/5/2018 هنا لتفعيل هذه الورشة. نعرف جيدا أن المسرح له دور كبير الحقيقة في تفعيله. حرم هذا المسرح أكثر من حوالي 30 عام. نحاول أن نكرس كل الجهود الحقيقة عن طريق مدراء مكاتب الخيال والمسرح والفنون بالساحل الغربي، كذلك مدراء النشاط بمراقبات التعليم لإحياء هذه الاتفاقية، ويكون بإذن الله ببداية الموسم الدراسي الجديد هناك نشاطات بإذن الله تكون في بداية الموسم عن طريق هذه الورش. الورشة ناقشت أيضا وضع خطط سنوية لإقامة المسابقات الفنية لصقل مواهب الطلبة، بالإضافة إلى العمل على تطوير المسارح وقاعات الفنون بالمؤسسات التعليمية ودعمها بالكوادر الفنية اللازمة. فالرابعة تتابعونا، ولكن بعد الفاصل. أوضاع شبكة الكهرباء في بنغازي على طاولة اجتماع هيئة الكهرباء وتسيير البلدية.
أهلا بكم من جديد. بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري والمدير التنفيذي لشركة العامة للكهرباء المكلف صلاح العبار، بحثوا أوضاع الشبكة في بلدية بنغازي. هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة إن بوجواري أطلع المسماري على المناطق والأحياء الجديدة داخل البلدية التي تحتاج إلى توصيل التيار. بدوره أصدر المسماري تعليماته بحل مخترقات كهرباء البلدية واستكمال مشاريع الكهرباء المشتركة بين شركة الكهرباء والبلدية. أفادت الشركة العامة للكهرباء بتركيب 3 محطات جاهزة في منطقة الرملة من قبل فني دائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة، كما تم تغيير محطة جاهزة بمحطة السحيري من قبل فرقة الكوابل المساندة وفرقة الصيانة المسائية والتي استمرت حتى منتصف الليل. ناقش عميد وأعضاء المجلس البلدي إدري الشاطي مع مدير مكتب الثقافة بوادي الشاطي عددا من الموضوعات التي من شأنها رفع المستوى الخدمي والثقافي بالمنطقة. من جهته أكد عميد بلدية إدري إبراهيم الغول أن البلدية ستوفر الدعم اللازم وكل ما يمكنها للنهوض بالمنطقة ثقافيا، حيث تم الاتفاق على التعاون المشترك بين البلدية والمكتب في هذا الصدد. كنا في اجتماع تقابلي مع مدير مكتب الثقافة بوادي الشاطي بشأن عمل خطة لاحتواء المهرجانات في نطاق وادي الشاطي، والحمد لله كان اجتماع تقابلي ناجح وإيجابي، وإحنا كبلدية يعني مستعدين كل الاستعداد لدعمه بما نملك من إمكانيات بسيطة جداً، والوقوف معه ومخاطبة الجهات الأمنية بشأن توفير الأمن. والحمد لله تم وضع خطة فيه عندهم إن شاء الله مهرجانات في الأيام القليلة القادمة. وهذه جولة سريعة في أسعار العملات. الرابعة إلى العناوين. لانتخابات محلية تتماشى والمعايير الدولية، لجنة الانتخابات تتعاون مع البرنامج الإنمائي لضمان ذلك. حصيلة كورونا تتجاوز 600 حالة ولجان تشرف على التطعيمات لتدارك الموقف. ووفقا للخطة البديلة التعليم تقرر استمرار الدراسة بالمنطقة الشرقية. بذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الرابع. لمزيد من التفاصيل يمكن متابعة القناة على ليبيز شانل أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.